نسيت اشرب ده سنجر. ايه بكره حتى البنات من هنا؟ والله الشيوخ هم احنا عناصر، والشيوخ هم يقبضوا البنات يعني سبايا يعني، واحنا عناصر عند الشيوخ. נסעתי לפגוש את אנשי דאעש שנשבו על ידי היפגה. רציתי לראיין אותם כדי לנסות להבין איך עובד המנגנון הנפשי והביצועי שמייצר את תרבות הרצח של דאעש. אז הנה קטלת נס? נעם. כמה נס קטלת? תסע. مع السكين مع الاسلاح؟ في هيك في يعني عندك قصاص وفي اعدام ميدان. ليش قتلت على الناس؟ لانه كانوا ضدنا. قتلت 17 واحد. بس 17 اي 10 بالعراق و7 بجدة. من اي مكان؟ يعني قبل ما امسك بشغلة 10 ايام. وهذا هذا اكراد وهذا عرب وهذا مسيحي. اكراد مسيحية كلهم، انا اشوف قدام نقطة اسمه مكبر علي هذا كافر مو مسلم، مسيحي يهودي كله كافر. تكبير الله بدون ما تقول له انت تسلم ولا شيء ولا ابن ابو وحده. اجينا الى هنا احنا والشيوخ، قالوا المنطقه هذه منطقه الكراد من هنا هاي كلها تكفيريه، والمنطقه هذه كلها دوله اسلاميه يعني ارض مقدسه. يجينا الى هنا قالوا في شيخ كافر مو مسلم، واحد سعودي واحد تونسي، وركبنا السياره واجينا الى هنا قريه اسمها عدنان بالمنطقه هنا في سوريا يعني مناطق هنا. يجينا لعند الجامع، جينا على القريه كنا واحد مطول واخذنا ثلاثه. والله اول واحد قصينا راسه. ثاني واحد قال يا شيخ انا مسلم وانا اصلي وانا اصوم وانا انا يعني هذيك الساعه التونسي كان هذول كفر ومسلم، وكشفناه يصلي وصوم دشرناه يعني كانوا يعطونا صوره غلط يعني الشيوخ، دشرناه اثنين قتلنا واحد هيك حرام ضرب. ظلنا معارك يعني كثيره، كانوا اليوم يعني كل معركه يقتلوا منا عدد كبير يعني. يعني مقاتلة شرسة، يعني خذوا معارك مع كجيش الجيش العراقي واكثر من جيش، يعني ما شفنا مثلا المقاتلة اليبكة انه مقاتلة شرسية. كانوا يشربوا حبوب ويدخلوا على المعارك. انتوا كنت تاخذوا؟ كنا ناخذ حبوب يعني. اي شيوخكم كانوا يعطوكم حبوب؟ ايه كانوا يعطونا حبوب، قالوا مشان ما تخافوا. مشان ما تخافوا ايه قال انت عارف انت تسكر مخك، قال لو تشرب حبة كبتيكول او زلام تفوت على المعركة ما تحس يعني. يعني ما تحس يعني. مصاري وفلوس كانوا يعطونا اي مصاري، يعني كانوا غارينا بالمصاري وسلاح وسيارات وشو ما بدكم نجيب لكم. من وين الفلوس لداعش؟ من السعوديه ومن تركيا كان يجينا من داعش. وكل السلاح وكل ال كله يجي من الخارج. يجينا دعم سلاح وفلوس كل شيء يعني. تحبون السعوديه؟ والله نحبهم ليش ما نحبهم؟ تركيا نحب تركيا ليش ما نحبهم؟ تحبون الحكومه التركيه؟ ما يلزم يبعثون. دكاتره كل شيء. وين البنات اللي ناس من الاول بالشدادي وناس بالموصل كانوا ممكن هني كانوا بالموصل وخذوا الناس على الشدادي وعرقوا. كم بنات؟ والله يعني ما يعني نعدوا كثار. قولي هاي قلبي، اذا كان في واحد يكحد امك ويكحد اختك ويعمل الهاجة انت عملت ليزيدية، شو تتفكر؟ بدك هذا بيساوي معه؟ قالوا هذول كفرة مو اسلام يعني، هيك كانوا يعطونا نظرة الشيوخ عنهم السعوديين والتونسيين. هذا كله من جانب السعوديين، وعندك ما عندك مخ؟ كانوا يعني يحكوا معك انت مخ يعني هيك يقعدوا معك ساعة ساعتين لا ويقنعوك ويقول لك امشي على المعركة، يعني تكون انت مالك شغل تقول هذول اسلام يقول لا هذول كفرة بدك تقاتل. مع داعش؟ كان اخوي مع داعش. وهلا؟ هلا استشهد بالمعركة، كنا انا وياه واللي جابك اسرتنا هو استشهد بالمعركة. ولا هو شهيد ولا شلون؟ شهيد. ليش؟ شهيد عم قاتل الكفار يبكي. انت مقتنع بالسلام؟
انت مقتنع انه انت كان راح تستشهد انت؟ يعني كنظره اني قلت لك يعني ان هذا دين يعني اي احتمالات يهودية يهودي اليهودي اليهودي كانوا طول الصورة قرأت عنه قال بس تمسك اليهودي يقطع رأسه بالسيف كبر عليه يقول الله أكبر خلاص تدخل الجنة بيتك تذبحني والله يا هم يعني كان إحنا الدولة الإسلامية إذا ما تسلم بذبح بالسيف وإذا تسلم ما أحكي معه كل يوم يعني كان يجينا محصول يمكن 1000 من دول غربية من دول العالم كله يعني بشكل يوم يجوا من أين أنت من تونس والجزائر وليبيا ومن السعودية والكويت ومصر والدول الغربية مثلا ألمانيا مشكلة من كل الدول الأجنبية كل فصيل لحال يعني كل دولة تجي تعرف أنت ما يختلطون بالشباب الثاني أميرات وكفرة وكفرة ونسمع هيك كفرة كفرة ونسخ معهم الأماكن مسيرة الصفوف اللي كنا مخرطين فيها أنه كله ضد الغرب ضد الغرب والدول الأوروبية يعني جهاز قمعي انه ما يضل احد لازم ينبسط الاسلام على وجه الكره الارضيه كامله ضد المسيحي وضد اليهودي وضد اي يعني اي كان ضد الاسلام بالذات دول الغرب ودول الاوروبيه كم مرتزقه في هناك بالمصر كل واحد يقاتل بصف لحاله فما تقدر تسال انه هذا من وين وهذا من وين بس فيه في يجي دكاترة في أطباء يجون يعني اختصاصيين في اقتحاميين في قناصين لا التراك كانوا معنا يقاتلوا في جيش تركي كمان مخابرات كانوا يقاتلوا معنا شباب التراك بس انهم مخابرات من مخابرات كانوا قادات على مستوى قاتلوا شرس كنا ندخل معهم على المعارك